أي. ونقصت شوي في الكرش اكتشفت انه تنقيص الكرش كارثه من الكوارث. استحفظ على كرشك لانه الكرش عندها اهميه كبيره برشا، وساعات الواحد يتهور ويعمل حاجه. اما العفو عند المقدره، اما كي تتراجع مش معناتها راك انا غلط ولا لا، رجعت للحقيقه. مساج خايب راه هذا، تعطي في مساج خايب. انا على اساس العباد تعمل سبور سايب ولا عليه سايب على اساس تعمل سبور ما خلي كرشك بلي ساد سؤال توضيح نسالك سؤال نسالك سؤال اخر مره عملت سبور؟ والله انا بدني سبورتيف بيتو. انا تو تحطني في التيران نجري ناكل الجازون نتحداك. ليه تتحديني؟ ما فماش كل هكا لا بدني لاباس وشوكولاته هكا الحمد لله واضح. يلا سمعنا الصف الجديد. تفضل سمعنا. من فوائد الكرش، لا داعي يعني. المهم من فوائد الكرش يمسك بالسروال وما خليه يطيح، ستر يسندك وانت نايم على جنبك عشان ما تنقلب على وجهك. صحيح. امان. يمنح حامله الكثير من الهيبه والوقار. صحيح. برستيج. يطلع اصوات مضحكه اذا ضربت عليه. ترفيه. وإذا أنت قاعد تطالع التلفزيون ممكن تحط عليه كوب شاي وصحن. كرشتي هي سر سعادتي. الحمد لله يا رب. برافو سفيان. برافو سفيان. كرش وسر سعادتي. وإذا كاش قررت إيدي مش ترجع الكرش. لا مش رجع، مش ترجع الخبز ديجا وحقا. واوي ولا يخ بلاري تويك في الخبز. وين عزيمتك؟ وين عزيمتك؟ طاحت من اللي مشيت الكوتشة بلي اللي تبكت فيه. عملت برغل كليتو ساك من غير خبز. برغل بالخضرة اليوم عملت. الله برافو. عملت المدام شتي عندك شتي مش تيدي تو فيدي صومر قامت مطر فجاي لتك في البرغل يا تفح قامت يلقى الدنيا رذاذ ومطر فهمتني ولا شيخه جاء الالهام معناها المدام معناها المدام على حس على ريحه الريحه معناها طرف ريحه تجي طيب دور هيكم جيري البرغل جاري بالفول والحمص والسناريا والسلق والمعدنوس طيبين في البرغل هذوما في البرغل ولا تبوا وحدهم صادي هات الفيديو الفيديو بتاعي والله انا معناها خاطر احنا سبورت او دنيتنا سبورت كذا دونك معناها حبيت نلم المعلقين معناها اللي معناها كيما نقولوا احنا جلبوا الانتباه معناها قصيت صارت عليه امبارح وعملت فيديو قصيت معناها معلقين منين معلقين في تونس في تونس نختاروا معناها وبعد احسن معلقين في تونس احسن معلقين في تونس تفضل مع بعض اشاره للتنفيذ عبد السلام الحويوي شدها عبد السلام شدها عبد السلام يا عبد السلام يا حلاوة أنقذ مرماه من ضرب الهدف بتصدي لضربة الجزاء تعود للكرة وريها مثل أي سدد سدد تو يسدد تو عندنا من جينيراسيون ان شاء الله جايه انا اخويا مصدق جاسبار في خطر يا شوالي ويا خليل كونوا 80 شوالي وخليل في جيو يعملوا استاجيات عندنا كان خمسه بري روح ليلى يتطور الشيء يتطور واحنا في هو عبد السلام حلاوي اللي كان هري فاتك بتاع كستي خذ كستي وشوش الخلو وشكر شكر موجوده مش عاديه موجوده مش عاديه يلا بليل الفيديو بتاعك يبدا انا علاش سوي علاش سعدي نحبه وي ونرتاح له وصديقي والحق علاش ديما مثلا يلقاني وقت يطيح مثلا كي يصير له مثلا وحكات صحيه بالسبت وبالاحد والجمعه يلقاني انا الاربع خمس تاع الصباح نهزه فمي ولا سبيطار كذلك فما حاجه بالحق تعرفين يعني كنا نهار سبت في سبيطار انا قال وعك حكينا على سبيطار ساعتين شو اخي كان وعك تجي كان في الويكاند شنو نعمل خيرك وعك خليك يوقفوني كي تقعد وعك ولا نحكي ولا خليها وعك اخي خليها وعك أستر مسترفي كيدي لي وعك اللي قدر وصعد يعني يدوخ ساعات زيدة تعجبني في حاجة سفيان انت فاهم ديعه انا عايش تفاهم من وياه تفاهم معي تفاهم انت فوق الحياة يبدأ عندك صاحب تفاهم وتكلمه في تليفون في بيك تحب تقولي معك تحكي معه شوية سيريو هاك فيش يجاوبك ألو اترافولت أخوي أخوك بطول الحلو باوع كريم حبيب راح انهي كل علاقتي بيك ما طول التطبيعة حتشاي وجهين بعد هاي انتهت
أنا انتهت علاقتي بيك تمام، وبعد ما عندي شيء وياك وعلاقتنا انتهت. محمد أوقف بنت أحكي محمد. قول. زين واتصل. يبدأ عندك صديق، يبدأ عندك صديق تافه كيما هكا. والله سل، والله سل الدنيا يودي. والله العظيم مستمعين كان الواتساب بتاعي ولا بتاع السعدي تسمع المساج فوكال اللي يبعث لي فيه طمن عليك تعرف يودي راه حاجه حاجه يا سعد يا سفيان ما عندش تفسير. باش تجي نهار تقول انا باش نقطع علاقتي معاك. بيجور بيجور تفسير نقطع علاقتي معاك. ولكن ربي يدوم الصحبه والعشره. يمين يا ربي يعطيكم الصحه الاولاد. حتى كريم بالخساره. بالخساره. سعدي بالخساره. بالخساره وبالفضايح. بالفضايح. يلا واصلين معكم حتى للسبعة متاع العشرية. خليكم مع محمود الليثي بامبونايات. اتصلوا على جيونا فهمه.